بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الأعزاء، طلاب مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية، طلاب الصف الأول ابتدائي، اليوم إن شاء الله مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات، ألا وهو النصف. النصف، نصف الشيء، نصف الشيء هو يجعل الشيء مكون من جزئين، نصف علوي ونصف سفلي، أو أي شيء معك تستطيع أن تقسمه إلى إيه؟ إلى نصفين متساويين. انظروا معي لهذه الأقلام، عدوا معي هذه الأقلام، كم قلما؟ ها، عدوا معي كم قلم؟ أحسنتم، إنها ست أقلام. نريد أن نقسمها إلى قسمين متساويين، نقسمها إلى قسمين متساويين، ها، هكذا تكون قسمين متساويين؟ ها، أحسنتم، لا، هنا اثنين ودول أربعة، مش متساويين. طب لو خدنا واحد، ها، بيقول دول كم؟ ثلاث وثلاثة. إذن هكذا صار قسمان متساويان، صار قسمان إيه؟ متساويان، هذه ثلاثة وهذه ثلاثة أقلام، كل منهم يساوي الآخر. هكذا هو النصف، نقسم الشيء إلى النصف، أي كل نصف يساوي الآخر. انظروا معي طلابي، ماذا تشاهدون أمامكم؟ أحسنتم، قطعة من البسكويت. هذه القطعة من البسكويت فيها جزء مظلل والجزء الآخر غير مظلل، والجزء الآخر غير مظلل. هل الجزء المظلل أكبر ولا أقل من الجزء الآخر؟ أحسنتم، يساويه بالضبط، يساوي الجزء الآخر. إذن هذا يسمى النصف. إذن هي كلها قطعة واحدة قسمت إلى جزئين، قسمت إلى قسمين، هذا القسم وهذا القسم الثاني، هذا القسم هو وهذا القسم الثاني. إذن هذا القطعة تكون من كم قسم؟ من اثنين، صح؟ نروح حاطين الاثنين تحت السطر. طيب فيك منها كم نص؟ فيها نص واحد ولا اثنين برضو؟ كم واحد ملون؟ فيها واحد بس، بنحطه فوق بقت اسمها ايه؟ النصف. اذا النصف القطعة هو الملون. انتقلوا الى تأكيد على هذا الكلام طلابي، انظروا معي، هذا الشكل، هذا الشكل امام ينقسم الى قسمين، اريد ان نلون نصفه فقط، نصف بس نلون، نلون فيه، نلون هذا ولا هذا ولا هما الاثنين، اي منهم الونه؟ ها، اي واحد منهم الونه؟ اهو وليكن هذا القسم، نلون هذا القسم، لونوا معي، ها، لونوا معي طلابي، هذا يسمى النصف. لونا هذا القسم، انظروا هل هذا القسم اكبر من هذا ولا اصغر منه؟ لا، يساويه. اذا هذا المنظر يسمى الايه؟ يسمى النصف، النصف، نصف الشيء. طب ننتقل الى المجسم التالي، ها، نريد ان نلون جزءا منه، نلون اي جزء؟ العلوي ولا السفلي؟ ها، العلوي، نلون العلوي، يسمى النصف، اهو هكذا، هذا يسمى النصف طلاب. مكون من كم؟ من كم جزء؟ من اثنين، لكن كم واحد ملون؟ هو واحد بس، يبقى الواحد الملون بنحطه فوق، والمكونات الجسم كله الاثنين بنحطيها تحت، يبقى يسمى الكسر، يسمى نصف، هذا الشكل كده يسمى نصف. طيب ننتقل للمثلث الآخر، برضو إيه؟ شايفينه؟ مقسوم إلى نصفين، نلون منهم واحد، أي شيء منهم نلون؟ نلون هذا، لونه معي؟ هل هذا القسم الذي لون أكبر من هذا ولا أصغر منه؟ يساويه، أحسنتم، أحسن منه. ننتقل إلى السؤال التالي، لونوا أنتم معي، نلون هذا الجزء، انظروا أصغر ولا أكبر ولا يساوي؟ ها، أحسنتم، إنه يساوي. إذن يتكون من اثنين، يتكون من جزئين، والملون منهم واحد، أهو بقى نص بالضبط، يتكون منين؟ من جزئين والملون منهم واحد. طيب المجسم او المثلث الثاني، ها، نلون منه نص برضو، نلون واحد، لونوا معي، بقي كم؟ بقي واحد اخر غير ملون، يساويه ام اقل منه ام اصغر منه ام اكبر منه؟ يساويه في الحجم، يساويه في الحجم. طيب نضع الكسر، كم جزء؟ اثنين، كم واحد ملون؟ واحد، حطه فوق، احسنتم. هكذا، والدائرة نلون منها، نلون منها، ها، جزء ونترك الباقي.
هذا يسمى النصف. من يكتب مع النصف؟ ها احسنتم. مكونات الشكل اثنين، حطه تحت والملون منهم واحد بس خلي فوق، هذا يسمى بالكسر. طيب السؤال الاخير، كيف اقسم، كيف اقسم شطيره مع زميلي بالتساوي؟ اقسمها ازاي؟ اقسمها بالنصف. احسنتم طلابي الاعزاء، بهذا القدر نكتفي، وتكونوا معي باستمرار على منصه مجمع مدارس جيل المستقبل الاهليه. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسعدت بكم دوما وابدا.